السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، حديث يشكك فيه بعض الناس من المسلمين للأسف، لأن بعض الناس يريد أن يضيق رحمة الله. الله تعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وروايات كثيرة في هذا المجال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وحديث أيضا: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، مثل هذه الأحاديث أيها الأحبة الموجودة في البخاري ومسلم، لماذا يشكك فيها بعض الناس؟ يقولون: من غير المعقول أن الإنسان يفعل ما يشاء ثم يتوب أو يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة. طيب يا أخي، استمع معي إلى هذه الآية الكريمة. أولا، الذي يغفر الذنب ليس أنت، والذي يقبل التوبة عن عباده ليس أنت، والذي يملك الجنة والنار ليس أنت، هو أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء مخاطبا أمثال هؤلاء الذين يضيقون رحمة الله سبحانه وتعالى، يقول: قل لو أنتم، يعني يا من تكذبون بمثل هذه الأحاديث وتضيقون رحمة الله، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، إذن ماذا يحدث؟ لو أن الله سلمكم خزائن الرحمة، إذن لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا. قتور يعني فيه شيء من البخل والتقليل والحرص والخوف على الشيء أن ينفد. وبالتالي هذه الآية يجب أن نتعلم منها أن رحمة الله واسعة جدا. أنا سآتيك الآن أخي الحبيب بآية من القرآن الكريم لكي نستوعب مثل هذه الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام على فكرة لم يأتي بشيء من عنده هو صلى الله عليه وسلم، كل ما جاء به هو شرح وتبيان للقرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. لتبين، أحاديث النبي كلها تبيان وشرح. سأخذك أخي الحبيب لكي تستوعب معي هذا الحديث وتستوعب رحمة الله عز وجل إلى قصة فرعون. دائما أنا أركز على قضية التدبر. لماذا؟ لأن هذا التدبر والمقارنة، مقارنة الآيات ببعضها ومقارنة الحديث النبوي بالآيات القرآنية، يجعلك تستوعب ما الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرعون على في الأرض يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. ماذا تظن بإله قوي منتقم أن يفعل مع هذا الطاغية الذي نصب نفسه إلها؟ انظر كم جريمة ارتكب، انظر معي سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا المقطع أرجو أن تستمع لنهايته لأن فيه الكثير من الفوائد وفيه راحة نفسية لكل يائس أو مكتئب. بدأ فرعون يذبح أبناء المؤمنين ويستحيي نساءهم، يبقيهم على الحياة ليذلهم ويستعبدهم، ثم قال: أنا ربكم الأعلى. جعل نفسه إلها من دون الله. طبعا أمر الناس أن يعبدوه وأن يسجدوا له، وجعلهم شيعا طبقات،
يستضعف طائفة منهم، فكان الذبح والقتل والاستضعاف والاستعباد والإذلال. ماذا فعل الله سبحانه وتعالى في هذا الإجرام، في قمة الإجرام هذا؟ ماذا فعل رب العالمين؟ الله قادر أن يدمره، أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. انظر معي في سورة القصص: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. شيء غريب، رجل يذبح ويقتل ويستعبد، والله سبحانه وتعالى يوحي إلى أم موسى أن ترضعه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رده إليك وجاعله من المرسلين. يعني بدلا من أن يقول لها خبئه يقول لها ألقيه في البحر. سبحان الله، القصة كلها تبدو غير منطقية بالنسبة للإنسان السطحي، ولكن عندما تتعمق في كل آية من آيات سورة القصص تدرك رحمة الله عز وجل، كم هذا الإله رحيم وعظيم. بعد أن كبر موسى وبلغ 40 سنة أشده، أرسله الله إلى فرعون. ماذا قال له؟ قال: فقولا، طبعا أرسله هو وأخاه هارون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، تتخيل معي الموقف، تتخيل معي مجرم بهذا الحجم، الله بعظمته وجلاله وقوته وعزته عز وجل مالك الملك، هو قاهر الجبابرة، يرسل عبدا نبيا رسولا كريما هو سيدنا موسى وأخاه هارون، يرسل له نبيين كريمين، فقولا له قولا لينا، يعني تلطفوا به، ارأفوا به، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن الله يريد له أن يتوب. لو أن فرعون قال لا إله إلا الله ومات سيدخل الجنة، ما رأيكم؟ طيب اليوم إنسان عاصي، إنسان يعني أغواه الشيطان، غرته الحياة الدنيا، ولكن حقيقة هو في قلبه يقول لا إله إلا الله، هو يخاف من الله ولكن ذنوبه كثيرة، وفي آخر عمره علم الله ما في قلبه فألهمه أن يقول لا إله إلا الله وأدخله الجنة. هل أنت أيها المشكك لم تأخذ حقك؟ يعني أنت عندما عبدت الله وقرأت القرآن وأخلصت في عبادتك ومارست أعمال البر والرحمة وبر الوالدين وخدمة الناس والصدقة والعبادات، هل ظلمك الله؟ ألم تأخذ حقك كاملا ومضاعفا؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. طب لماذا تعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنت عندما تضع حديث النبي أمام قصة فرعون في القرآن تجد أن النبي هنا لم يقل لك اذهب واقتل مثلا وكذا كذا ثم قل لا إله إلا الله تدخل الجنة، لم يقل لك ذلك، ولكن النبي قال يعني إذا إنسان أخطأ كثيرا، زنى، سرق، أكل الربا، حتى لو قتل وتاب إلى الله، الله يقبل توبته. وأنا لدي آية في القرآن أيضا تؤكد ذلك أخي الحبيب، لكي لا تفقد الأمل من الله عز وجل، في سورة الفرقان، هذه السورة التي أنا فعلا يعني أأنس بسماعها، وبخاصة أواخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء مدحهم الله قال ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يعني إنسان زنى أو سرق أو شهد الزور أو قتل سيلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. ما هي التوبة؟ عنوان التوبة هو لا إله إلا الله. أن تعترف أنه لا إله إلا الله، هذه التوبة. أن تنوي التوبة وتقول لا إله إلا الله. إلا من تاب، التوبة مكانها القلب على فكرة، بالنية أنت تنوي أن تتوب. وآمن، والإيمان مكانه القلب، ولكن لسانك يصدق هذا الإيمان بكلمة لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله هي دليل على الإيمان، أنك آمنت بالله الواحد وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن كل من يتوب ويؤمن ويعمل عملا صالحا، لا إله إلا الله هي على رأس الأعمال الصالحة، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يجب أن نعتقد هذا الاعتقاد في داخلنا أخي الحبيب، يجب أن تعتقد أن رحمة الله كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. اليوم نصف قطر الكون 13.8 مليار سنة ضوئية، مسافة لا يتخيلها العقل. الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، يصل إلى القمر في ثانية وربع، يصل إلى الشمس في 8 دقائق فقط. تخيل أين يصل بعد 13.8 مليار سنة؟ كم؟ كل هذا الكون هو عبارة عن ذرة في خلق الله أمام العرش، لا شيء. فعندما يقول ورحمتي وسعت كل شيء، يعني وسعت الكون وأكثر. فالذي يضيق رحمة الله ويقول لك غير معقول هذا الكلام، طبعا هنا أيها الأحبة هناك ملاحظة مهمة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، يعلم علما يقينيا وليس نفاقا، لأن الملحد قد يقول لا إله إلا الله هل تقبل منه وهو يكفر بالله في داخله؟ لا، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله أي آمن بهذا الإله العظيم، ومن لوازم لا إله إلا الله أنه آمن أنه لا إله إلا هذا الإله العظيم يغفر الذنب، ولا إله إلا هو قادر على أن يدخلني الجنة، ولا إله إلا الله قادر على أن يتوب علي. فعندما تعلم هذا الأمر تدخل الجنة بكل بساطة، إذا علم الله منك إخلاصا. يعني هو مقياس القبول الإخلاص، لأن المنافق أكيد لا يقبل منه، لأن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الطبقة السفلى. فلذلك أخي الحبيب لا تيأس من رحمة الله، لا تيأس من عطاء الله، لا تيأس من قدرة الله على شفائك وحل مشاكلك وهمومك، على توسيع رزقك. هذا الإله العظيم الذي رحمته وسعت كل شيء أيضا قادر أن يوسع رزقك بشكل لا تتصوره أبدا ومن حيث لا تحتسب. ولكن أنا أقول دائما الرزق مثل حبة الدواء، إذا زادت الجرعة عن حد معين تصبح قاتلة، إذا زاد الرزق عن حد معين بسطه الله كثيرا
قد يبغي هذا الإنسان في الأرض ويكون سببا في دخوله النار، وهذا أسوأ من الموت. يعني الدواء القاتل يقتل صاحبه، ولكن قد يكون مسلما ويدخل الجنة. ولكن هنا البغي في الأرض والفساد كما فعل قارون أسوأ من الموت، لأن عاقبته نار جهنم والعياذ بالله. ولو بسط الله الرزق لعباده ماذا؟ لبغوا في الأرض، لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، بقدر، بحساب، ينزل ما يكفيك، ينزل عليك من الرزق ما يصلحك. بعض الناس لا يصلحهم إلا الفقر، وبعض الناس لا يصلحهم إلا الغنى. ربكم أعلم بكم، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. فالله عز وجل هو أعلم بحالنا، فسلم أمرك لله وارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى، وثق، زد ثقتك بالله سبحانه وتعالى لتكون من الفائزين برحمته إن شاء الله. أرجو أن تكون الصورة قد اتضحت. وكذلك هنا قبل أن أختم، هناك الكثير من الأحاديث، مثلا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أيضا قد يستغرب الإنسان، لماذا؟ يا أخي 100 مرة قل سبحان الله وبحمده خالصا من قلبك، توجه بها إلى الله، وأنت ترجو رحمته وتخشى عذابه وترجو مغفرته، والله لن يخيبك الله أبدا. نحن أمام إله عظيم كريم، خلقنا لأنه يحبنا، يريد أن يكرمنا، يريد أن يمتعنا في الدنيا والآخرة، يريد أن يمن علينا بنعيم في الآخرة وباطمئنان وأمن في الدنيا. لذلك أخي الحبيب، أخطر شيء أن يفقد الإنسان الأمل من الله عز وجل، أن ييأس من روح الله. لذلك اليأس من الله يساوي الكفر، انتبه، احذر. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، هذا قول سيدنا يعقوب، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فكل من يأس من الله دخل في نفق مظلم هو الكفر. لذلك احذر أخي الحبيب، ثق بالله، تقرب من الله سبحانه وتعالى، والله هذا الإله سيغفر ذنوبك وإن بلغت عنان السماء. فإذا أتيته لا تشرك به شيئا غفرها لك ولا يبالي، لأنه هو الغفار. وإني لغفار، وإني لغفار، كثير المغفرة صيغة مبالغة، لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المهتدين جميعا إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.